السلام عليكم، شلونكم؟ شو اخباركم؟ يا ربي كلكم تكونون بخير وبصحة وبسلامة. وياكم إيمان من قناة إيميلي فن الكروشيه، رجعت وياكم بفيديو جديد وأيضا بباترون جديد وغريب. باترون اللي هالمرة حجمه كلش صغير وبسيط، هيك تدخل للقلب بسرعة. الرأس متحرك، باترون غريب وكلش حلو. إن شاء الله اشتغلها وياكم خطوة بخطوة حتى تكون واضحة ومفهومة للجميع. لكن أريد أوجه سلامي وشكر وحب للدكتورة مروة اللي نزلت هاي الباترون. أنا حاليا دا أطبق من باترون الدكتورة مروة، حسابها معروفة في الإنستغرام، تقدرون تتابعوها، شغلها كلش حلو. أريد أشكرها على هاي الباترون الحلو، وأنا اليوم من طبقة الباترون قلت لازم أشاركها وياكم على اليوتيوب. هي نزلت باترون الجسم، لكن أنا سويت لها الملابس وسويت الإضافات. مثلا هنا أنا سويت لها فستان، زائد خليت لها الطوق، وهنا أنا كفتاة متخرجة. هالمرة راح نشتغل هاي الفتاة المتخرجة، لكن إذا حبيتوا أيضا أنزل لكم باترون الفستان وهاي طوق الشعر. أوكي، بهاي الفيديو بنات راح نشتغل فيديو كامل عن الباترون الجسم، يعني اليد، الأقدام، الجسم، الرأس. والرأس بنات هيك بيها إمكانية التحرك. راح أشوفكم الخيوط والمستلزمات المطلوبة على مود نشتغل هاي الباترون الجميل. أول شي بنات راح نحتاج سنارتين، نحتاج سنارة رقم 3، اثنين عفوا، زائد سنارة رقم 3. أوكي، نحتاج خيط لون بشرة. الخيوط اللي أنا أستخدمها كلها من ماركة ألارا، تمام، هاي للون البشرة. نحتاج كمية جدا قليلة من اللون الأبيض، فقط نسوي هاي الفستان الصغير. شوفوا الفستان ايش قد صغير. ونحتاج أكيد خيط لون أسود على مود الروب، تكرمون الأحذية الصغيرة والقبعات التخرج. وهمنا نحتاج كمية جدا قليلة من اللون البني على مود نشتغل الشعر. ما تاخذ خيط هواية، كلها تقدرون من بواقي الخيوط الزائدة تستخدمون الخيوط. اوكي، وبالنسبة للعيون السيفتي فاني استخدمت عيون 6 ملم. تقدرون تخلون خرزة بدال العيون السيفتي اذا ما متوفرة يمكم. فهسه مباشرة نبتدي بالشغل، لا تنسوا اللايك واشتراك وتفعيل الجرس. اول شي بنات راح نبتدي بباترون اليد. راح نجيب سنارة رقم 2 زائد خيط اللون البشرة. بسم الله، على مود نشتغل اليد راح نسوي دائرة السحرية. في داخل الدائرة السحرية راح اشتغل 5 غرز حشو. 1 2 3 4 زائد 5، 5 حشوات في داخل الدائرة السحرية. اسحب الخيط الى ان تقفل عندي الدائرة تماما. على مود ننتقل الى السطر الثاني بنات، يفضل نخلي علامة. عندي 5 غرزات حشو صح؟ راح اشتغل 8 سطور من الحشوات الثابتة بدون تزايد وبدون تناقص. راح يبقى العدد على 5 غرزات حشو. لكن شوفوا بنات، من تشتغلون شوية سحبوا الخيط في اول شي حتى ما يدور وياكم الشغل. هيجي عدلوها لان القطعة صغيرة. راح نشتغل 8 سطور من الحشوات الثابتة بدون تزايد وبدون تناقص. شوفوا هيجي عدلوها حتى ما تدور وياكم الشغل. كملنا اول سطر، ننتقل الى السطر الثاني، ايضا نخلي علامة. وهكذا اني اكمل 8 سطور وارجع لكم على مود وقت الفيديو. كملت بنات 8 سطور من الحشوات الثابتة، خيط العلامة أطلعها. هنا أنا أسوي منزلقة وأرتفع سلسلة مجرد الارتفاع وأقص الخيط. بسم الله، كملنا من باترون اليد، كلش سهلة وبسيطة. نربط هاي الخيطين مع بعض، خيط البداية وخيط النهاية، وأكيد نسحبهم للداخل. وأقص هاي الخيوط الزائدة.
باترون اليد ما راح نخلي بها قطن بنات، تبقى فارغة لأن قياسها جدا صغير. أكيد مسبقا سويت منها واحد، فإحنا حاليا كملنا من باترون اليد، راح ندخل إلى باترون القدم. بسم الله، وعلى نفس السنارة اللي هي رقم 2 راح نشتغل القدم. بسم الله، سوي عقدة البداية. من بعد ما سويت عقدة البداية ارتفع 4 سلاسل، 1 2 3 4. السلسلة الرابعة الأخيرة راح أتركها، ما راح أشتغل بها. في سلسلة ثانية راح أشتغل تزايد، 1 زائد 2، حشوتين في نفس المكان. غرزة اللي بعدها أو السلسلة اللي بعدها تكون حشو ثابت. وصلنا إلى آخر سلسلة، في آخر سلسلة راح أشتغل غرزتين حشو في نفس المكان، 1 زائد 2، حشوتين في نفس المكان. ننتقل إلى الجهة الثانية وأشتغل حشو زائد آخر غرزة تكون تزايد، 1 زائد 2. حاليا عدد الغرز 1 2 3 4 5 6 7 8، 8 غرز حشو. يعني السطر الأول عندنا 8 غرز حشو. ننتقل إلى السطر الثاني. في السطر الثاني من البداية راح تكون تزايد، حشوتين في نفس المكان تزايد، وراها حشو فردي، غرزة اللي بعدها أيضا حشو فردي. يعني اشتغلنا تزايد زائد حشوتين فردية. وصلنا إلى قسم الأمامي. في قسم الأمامي راح نشتغل 2 تزايد ورا بعض. هاي أول تزايد وثاني تزايد، تمام؟ من القسم الأمامي اشتغلنا 2 تزايد، وراها اشتغل حشوتين فردية، 1 زائد 2. يتبقى آخر غرزة ما قبل العلامة، راح اشتغل بهم تزايد، 1 2 في نفس المكان. شنو سوينا بهاي السطر؟ أول شي سوينا تزايد زائد حشوتين زائد 2 تزايد زائد حشوتين زائد تزايد، وحاليا عدد الغرز 12 غرزة حشو. ننتقل إلى السطر الثالث. في السطر الثالث راح نشتغل سطر واحد من الحشوات الثابتة بدون تزايد وبدون تناقص إلى النهاية. كملت بنات سطر من الحشوات الثابتة اللي يتكون من 12 غرزة حشو. هسه راح نجي إلى التناقصات، راح نخلي العلامة، وأول شي نشتغل من البداية 4 حشوات فردية، 1 2، أعدل هاي الغرزة، 2 3 زائد 4، 4 حشوات فردية. وراها من القسم الأمامي أشتغل 2 تناقص ورا بعض، أخذ الحلقات الأمامية من الحلقتين، أسحب الخيط وأكمل تناقص المخفي، أقول 1، وراها تناقصي الثاني، تمام؟ ويتبقى 4 غرز حشو أشتغلها فردي، 1 2 3 4. في هاي السطر فقط سوينا 2 تناقص، اشتغلنا 4 حشوات، 2 تناقص، 4 حشوات، وحاليا عدد الغرز 10 غرز حشو. أخلي العلامة، وهسه راح أشتغل 3 حشوات ورا بعض فردية، 1 2 3، 3 حشوات فردية. وصلت إلى قسم الأمامي. في قسم الأمامي أشتغل 2 تناقص، هاي أول تناقص زائد ثاني تناقص، تمام؟ ويتبقى 3 حشوات نشتغلهم فردية، 1 2
زائد 3، تمام؟ في هاي السطر أيضا فقط سوينا 2 تناقص من القسم الأمامي، وحاليا عدد الغرز 8 حشوات فقط. راح نخلي العلامة. خلاص بنات، راح نشتغل 6 سطور من الحشوات الثابتة بدون تزايد وبدون تناقص. لكن قبل ما نرتفع 6 سطور نخلي بها شوية قطن من القسم الأمامي حتى بعدين ما تصير لنا صعبة. هل قد كافي؟ وهسه نرجع للشغل ونكمل 6 سطور من الحشوات الثابتة. أني أكمل 6 سطور وعدد الغرز 8 حشوات وارجع لكم. كملت بنات 6 سطور من الحشوات الثابتة، شوفوا الشكل مالتها شلون صارت. إذا هاي أول قدم لكم، في مكان العلامة تسوون مزلقة وتقصون الخيط. لكن أني بما أنه مسبقا كملت القدم الأول فما راح أقص الخيط، لأن في هاي الخيط راح أربط القدمين. لكن قبل ما أربط القدمين راح أجي أشتغل الحذاء مالتها تكرمون، لأن الحذاء جدا صغير. وراح أخذ أترك السنارة رقم 2 أجيب سنارة رقم 3. جبت سنارة رقم 3، أترك القدم على صفحة، وجبت خيط لون الأسود. وهسه راح نشتغل الحذاء تكرمون. راح أشتغل 4 سلاسل. أول شيء عقدة البداية، وراها 1 2 3 4، 4 سلاسل. نترك السلسلة الأخيرة، وفي السلسلة الثانية راح أشتغل تزايد 1 زائد 2، تمام؟ السلسلة اللي بعدها راح تكون حشو فردي. وصلت إلى آخر سلسلة. في آخر سلسلة راح أشتغل 3 حشوات، 1 2 زائد 3، 3 حشوات في نفس المكان. وراها أشتغل حشو، وآخر غرزة أيضا أشتغل حشو. تمام بنات؟ يعني من هاي القسم عندي 3 حشوات، بالقسم الأمامي عندي 3، صاروا 6، 7، 8، عندي 8 حشوات فردية. أنتقل إلى السطر الثاني، لكن قبلها أجيب العلامة. في السطر الثاني بنات، من البداية أول غرزة راح أشتغل تزايد، حشوتين في نفس المكان، تمام؟ من بعد التزايد أشتغل حشوتين فردية، 1 زائد 2. وصلت إلى قسم الأمامي. في قسم الأمامي أشتغل 3 تزايدات ورا بعض. هاي أول تزايد، حشوتين في نفس المكان، عفوا، هاي ثاني تزايد، زائد ثالث تزايد. قسم الأمامي اشتغل 3 تزايدات. يتبقى غرزتين ما قبل العلامة راح أشتغله فردي، 1 2. حاليا عدد الغرز عندي 12 غرزة حشو. راح أخلي العلامة وأشتغل سطرين من الحشوات الثابتة بدون تزايد وبدون تناقص. أنا أكمل سطرين وأرجع لكم بإذن الله. كملت بنات سطرين من الحشوات الثابتة. هسه أخلي العلامة وأشتغل 1 2 3 زائد 4. هاي فقط في سبيل أوصل لوسط القدم. شوفوا، أجيب القدم وأدخلها. شوفوا بنات، هسه هنا أنا من بعد ما اشتغلنا 4 غرز حشو راح ارتفع 4 سلاسل، 1، لكن شوي شدوا ايدكم، 2 3 4، واقص الخيط. بسم الله. وكملنا من باترون الحذاء. هسه اجيب الابره ندخل الخيط عليها. شوفوا شو نسوي بنات، نجي ها
هاي السلاسل نجيبها الى قسم الامامي بهاي الشكل، وراح نربطها باي غرزة مو مهم. نطلع هاي الخيط العلامة، فقط تعطيني كشكل الحذاء تكرمون، شوفوا. وراها اجي لنفس السلسلة حتى اثبتها اكثر، واسحب الخيط. طلعت كلش حلوة ومرتبة، وراها اضم الخيط لداخل الشغل. شوفوا ايش قد حلوة ومرتبة وصغيرة. هسه نخلي بيها قطن، خليت بيها قطن كلش زين، واني مسبقا كملت من باترون قدم الاول، يعني حاليا احنا كملنا من باترون القدم، مباشرة نبتدي بباترون الجسم، وراح نرجع السنارة رقم 2، اوكي؟ يعني الجسم بالكامل نشتغلها على 2، فقط باترون الحذاء تكرمون اشتغلناها على رقم 3، اوكي؟ نخلي العلامة وراح نشتغل 1 2 3 زائد 4. اشتغلت 4 حشوات في سبيل اوصل لوصل القدم فقط، تمام؟ يعني اذا توصلتوها في 3 غرزات او 5 غرزات مو مشكلة، اهم شي توصلون لهاي القسم من الوسط. من بعد ما وصلت للوسط راح ارتفع 1 زائد 2 سلسلتين، وراح اجيب القدم الاول همينة، شوفوا اعدل القدم واجي اربطهم. ربطت القدمين وراح اشتغل 8 حشوات على القدم الاول، خلينا نقول 1 2 3 4 5 6 7 زائد 8. كملت 8 حشوات على القدم الاول، وصلنا الى السلاسل. اسحب الخيط على السلسلة الاولى واشتغل غرزة حشو، على السلسلة الثانية ايضا حشو، وراح ارجع الى القدم الثاني وايضا اشتغل 8 حشوات، 1 2 3 4 مكان العلامة اطلعها هنا، 4 زائد 5 6 7 8. كملت 8 حشوات على القدم الثاني، ايضا وصلت للسلاسل من القسم الخلفي، راح اشتغل 1 زائد 2 حشوتين، تمام؟ وكملنا من ربط القدمين، واشتغلنا حشوات داير مداير كل قدم وعلى السلاسل. حاليا عندي 20 غرزة حشو، لان كل قدم عندنا 8 على 8، غرزتين من القسم الخلفية غرزتين من القسم الامامية على السلاسل. حاليا عندي 20 غرزة حشو. راح اخلي العلامة وارتفع سطرين من الحشوات الثابتة بدون تزايد وبدون تناقص. أنا أكمل سطرين وعدد الغرز 20 غرزة حشو وارجع لكم. كملت بنات سطرين من الحشوات الثابتة، نخلي العلامة وراح نشتغل 1 2 3 3 حشوات فردية وتناقص. ناخذ الحلقتين الأمامية ونشتغل التناقص المخفي، وراها أشتغل 8 حشوات فردية، 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 حشوات من القسم الأمامي وأشتغل التناقص الثاني، تمام؟ ويتبقى 5 غرز حشو نشتغلها فردي، 1 2 3 4 زائد 5.
كملنا السطر، في هاي السطر فقط سوينا 2 تناقص، وحاليا عدد الغرز 18 غرزة حشو. نخلي العلامة، وأيضا راح نشتغل 1 2 زائد 3، 3 حشوات فردية والتناقص المخفي. من بعد التناقص المخفي أشتغل 7 حشوات فردية، 1 2 3 4 5 6 زائد 7، 7 حشوات في القسم الأمامي والتناقص المخفي. من بعد ما سوينا التناقص يتبقى 4 غرز نشتغلهم فردي، 1 2 3 4. في هاي السطر أيضا سوينا 2 تناقص من الأطراف، وحاليا عدد الغرز 16 غرزة حشو. راح نرتفع 3 سطور من الحشوات الثابتة بدون تزايد وبدون تناقص. أكمل 3 سطور وارجع لكم. كملت بنات 3 سطور، وأيضا خليت بيها قطن. هاي القسم هم أنا خليت بيها قطن كلش زين. هسا نخلي العلامة وراح نشتغل 1 2 3 زائد 4، 4 حشوات أو 3 حشوات يكفي. تمام، 1 2 3. نجيب اليد الأول ونجي نربطها بأي غرزة، مو مهم، نربط اليد بغرزة واحدة فقط. نسحب الخيط ونربطها، شوفوا، وراها نشتغل 1 2 3 4 5 6 7، 7 غرز كافي. تمام، من بعد السبعة نجي نربط اليد الثانية بأي غرزة، مو مهم، نجي نربطها بغرزة واحدة فقط، شوفوا، وراها يبقى 1 2 3 زائد 4. تمام بنات، شوفوا ربطنا اليد. قبل ما نكمل الشغل كلها لازم نشوف اليد ثابتة مكانها لو لا، يعني لا تكون كلش من الأمام ولا تكون كلش من وراء، تكون على مكانها الصحيح بهاي الشكل. هسه نكمل الشغل، نخلي العلامة، وفي هاي السطر راح نشتغل 2 حشو زائد تناقص إلى النهاية. يعني شوفوا 1 زائد 2 حشوتين والتناقص. التناقص ناخذ من الجسم وناخذ حلقة من اليد، أوكي، أسحب الخيط وأشتغل التناقص، وهكذا إلى نهاية السطر. 1، شوفوا أنا حاليا على اليد، 2، شوفوا، وتناقص. أخذ اليد مع حلقة الجسم، أسحب الخيط وأشتغل تناقص، شوفوا، أكملها إلى النهاية 2 حشو زائد تناقص. كملت بنات 2 حشو زائد تناقص، وحاليا عدد الغرز 18 غرزة حشو. نخلي العلامة، وفي هاي السطر نشتغل 1 زائد تناقص، غرزة واحدة وتناقص. راح نكررها أيضا إلى نهاية السطر. كملت بنات 2 حشو زائد تناقص، وحاليا عندي 12 غرزة حشو. هنا أنا أخلي بها قطن لأن خلص الفتحة كلش راح تصغر. خليت بها قطن كلش زين، وراح نرجع للشغل، وراح نسوي 1 زائد 2، 2 حشو فردية وتناقص. أيضا راح نكررها إلى نهاية السطر، 2 زائد تناقص. كملت بنات 2 حشو زائد تناقص، وحاليا عندي 7 غرزات حشو. أخلي العلامة وراح أرتفع 5 سطور
من الحشوات الثابتة بدون تزايد وبدون تناقص. ارتفع 5 سطور على حشوات الثابتة. أكملها وارجع لكم. كملت بنات 5 سطور من الحشوات الثابتة. أطلع مكان العلامة، خلاص ما أحتاجه. أجي هاي المسافة شوفوا أخلي بيها قطن كلش زين. خليت بيها قطن كلش زين. أترك مسافة شوية طويلة للخياطة، بسم الله، وأسحب الخيط. تمام، أجيب الإبرة التنظيف، وأقفل هاي الفتحة. أخذ هاي حلقات الأمامية مرة من الداخل ومرة من الخارج. باترون كلش حلو، والرأس راح يكون متحرك وما يحتاج نخلي دعامة لأن الرقبة طويلة. شوفوا نسحب الخيط إلى أن تقفل عندي الدائرة تماما. هسه أجي أخيط هاي القسم، أثبتها وما أقص الخيط بنات، لأن بهاي الخيط راح أخيط الرأس بعدين. كملنا بالباترون الجسم، شوفوا ايش قد حلو مرتب. هاي القسم الرقبة، إذا تسألوا ليش يجي طويلة، على مود هاي يدخل بالرأس. شوفوا الرأس تكون متحركة كلش حلو، موديل غريب. هسه في نهاية الشغل راح تشوفون شلون نشتغلها. هسه مباشرة راح ندخل في باترون الرأس. نجيب الخيط البشرة، بسم الله، ونسوي دائرة السحرية. أوخرق هذول شوية في سبيل يجي أحسن. نسوي دائرة سحرية. في داخل دائرة السحرية 6 غرز حشو. 1 2 3 4 5 + 6. 6 حشوات في داخل الدائرة. أسحب الخيط إلى أن تقفل عندي الدائرة تماما. ننتقل إلى سطر الثاني. في سطر الثاني راح نشتغل تزايد على كل الحشوات الموجودة، يعني على كل حشو راح نشتغل حشوتين. في نهاية السطر راح نحصل على 12 غرزة حشو. وهاي آخر تزايد، حشوتين في نفس المكان. حاليا عندنا 12 غرزة حشو. ننتقل إلى سطر الثالث. في سطر الثالث راح نشتغل حشو وتزايد، وهكذا راح نكررها إلى نهاية السطر، حشو زائد تزايد. كملت السطر الثالث حشو زائد تزايد، وحاليا عندي 18 غرزة حشو. ننتقل إلى السطر الرابع. في السطر الرابع راح نشتغل 1 + 2 غرزتين حشو فردية وتزايد، وأيضا راح نكررها إلى نهاية السطر، حشوتين زائد تزايد. كملت السطر الرابع غرزتين حشو زائد تزايد، وحاليا عدد الغرز 24 غرزة حشو. ننتقل إلى السطر الخامس. في السطر الخامس نشتغل 1 2 3 3 حشوات فردية وتزايد، وأيضا إلى نهاية السطر 3 حشوات زائد تزايد. كملت السطر الخامس 3 حشوات زائد تزايد، وحاليا عندي 30 غرزة حشو. ننتقل إلى السطر السادس. في السطر السادس راح نسوي 1 2 3 4 4 حشوات فردية وتزايد، أيضا راح نكررها إلى نهاية السطر، 4 حشوات زائد تزايد. كملت بنات سطر السادس 4 غرز حشو زائد تزايد، وحاليا عندي 36 غرزة حشو. ننتقل إلى سطر السابع وراح نشتغل 1 2 3 4 5 5 حشوات فردية وتزايد،
أيضا راح نكررها إلى نهاية السطر، 5 حشوات زائد تزايد. كملت بنات السطر السابع، 5 غرز حشو زائد تزايد، وحاليا عدد الغرز 42 غرزة حشو. خلاص راح نتوقف في التزايد، راح نشتغل 8 سطور من الحشوات الثابتة بدون تزايد وبدون تناقص. أني أكمل 8 سطور وعدد الغرز 42 غرزة حشو وارجع لكم بإذن الله. كملت بنات 8 سطور من الحشوات الثابتة. هسه اجى وقت نثبت العيون السيفتي. وين نثبتها بالضبط؟ راح نثبتها ما بين السطر العاشر والسطر 11. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. شوفوا هاي سطر العشرة، هاي سطر 11. نثبت العيون، نكبر المكان ونجي ندخل العيون السيفتي، تمام. ونحسب الغرزة اللي بصفها، شوفوا أقول 1 2 3 4 5. في غرزة السادسة أكبر المكان وأثبت العيون الثانية، شوفوا بهاي الطريقة. أقلب القطعة وأخلي الأقفال مالتها. تمام، كملنا من تثبيت العيون. هسه راح نرجع للشغل، نخلي العلامة أول شي وراح نشتغل 1 2 3 4، 4 حشوات فردية وتناقص، وهكذا إلى نهاية السطر، 4 حشوات زائد تناقص. كملت بنات 4 حشوات زائد تناقص، وحاليا عدد الغرز 35 غرزة حشو. أخلي العلامة وراها أشتغل 1 زائد 2 و3، 3 حشوات فردية وتناقص. أيضا راح أكررها إلى نهاية السطر، 3 حشوات زائد تناقص. كملت بنات 3 حشوات زائد تناقص، وحاليا عدد الغرز 28 غرزة حشو. نخلي العلامة وراح نسوي غرزتين حشو، 1 2 وتناقص. راح نكررها إلى نهاية السطر، 2 حشوات زائد تناقص. كملت بنات غرزتين حشو زائد تناقص، وحاليا عدد الغرز 21 غرزة حشو. حاليا اجى وقت نخلي بيها قطن. خليت بيها قطن كلش زين، شوفوا شقد حلوة. هسه نرجع للشغل، بسم الله. وبهاي السطر بنات راح نشتغل 1 زائد تناقص، وايضا راح نكررها الى نهاية السطر، 2 زائد تناقص. كملت بنات 2 حشو زائد تناقص، وحاليا عدد الغرز 14 غرزة حشو. خلاص راح نتوقف في التناقص، نشتغل 5 سطور من الحشوات الثابتة بدون تزايد وبدون تناقص. تمام، أنا أكمل 5 سطور وارجع لكم، وعدد الغرز 14 غرزة حشو. كملت بنات 5 سطور من الحشوات الثابتة. هاي الخيط العلامة أطلعها، هنا أنا أسوي منزلقة، أرتفع سلسلة مجرد الارتفاع وأقص الخيط على مسافة مو طويلة، لأن إحنا في الجسم تركنا مسافة للخياطة. تمام، شوفوا الشكل الرقبة شلون صارت. هنا أنا هاي ندخلها الجوة، هاي القطعة شوفوا ندخلها الجوة تصير بهاي الشكل، هيك نفتح لها مكان وندخل هاي الخيط همينه. شوفوا بنات شقد حلوة ومرتبة، والرأس شوفوا من الداخل مدفونة على مود هاي الرقبة الطويلة تدخل بالرأس، ومن نخيط الجسم مع الرأس راح يبقى الرأس بها إمكانية للتحرك، مثلا هاي بعد الخياطة أيضا شوفوا تتحرك بكل سهولة. باترون كلش حلو غريب، شوفوا
أنا بهاي الفيديو كملت من باترون الأجزاء كلها، يعني باترون الجسم كلها كملتها. انتظروني في الجزء الثاني، راح نشتغل باترون الشعر، الروب، الملابس، وكل شيء راح نكملها بإذن الله في الجزء الثاني. لهنا وصلت لنهاية الفيديو، أحبكم كل شهوايا ومع السلامة.